بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيبي ان شاء الله هناخد سيشن جديده، هناخد فيها اكسرسايز نمبر 6 او نمبر 3 عندنا على لسن مين؟ قال لي 5 و6، تمام، اللي هو كومبيرنج بيج نمبرز وكومبيرنج نمبرز ان مالتيبلز فورم. تمام، يلا على بركه الله نبدا. اول سؤال معايا هنا بيقول لي كومبير او رايت ليس ذان جريتر ذان اور ايكوال. طيب اول رقم عندنا هنا في ليتر ايه بيقول لي عندنا 707 ولا 770؟ اولا كنت عشان اعمل كومبير وانا مش عارف حاجه كنت بعمل ايه؟ قال والله ببدا اعد اليونتس. هنا في كام يونتس على اليمين؟ قال لي 1 2 3 وهنا برضو 1 2 3. جميل، يبقى احنا عندنا هنا 3 يونتس وهنا 3 يونتس. كنت ببدا ابص بقى طالما اليونتس قد اليونتس كنت بعمل ابص ايه؟ قال والله بص على النمبر الكبير. ازاي؟ قال بعمل لها كومبير من الليفت سايد. انا عندي هنا في الليفت سايد 7، بعد كده هنا 7، طب هنا 0، قال لي هنا 7، لا يبقى احنا عندنا هنا ديت طالما 7 جريتر ذان 0 يبقى هي دي الجريت. خش على اللي بعدها، ولا عندنا 1207 ولا 1207؟ الاثنين زي بعض، يبقى اقول له الانسر هنا ايكوال. اللي بعدها لتر سي، يلا بقول عندنا من هنا 10525 ولا 10255؟ هقول له ثانيه، اولا احنا عندنا دولت كام نمبر؟ قال لي دول فيهم 5 يونتس. اه وهنا كمان فيهم 5 يونتس. جميل، يبقى احنا عندنا 5 يونتس زي ال 5 يونتس. طيب بعد كده ابدا اعمل لي كومبير من الليفت سايد، هنا في 1 وهنا في 1، هنا في 0 هنا في 0، هنا في 5 هنا في 2. اه لا ده يبقى ال 5 هي الجريتر، يبقى احنا عندنا من هنا هقول له هو ده الجريت. اللي بعدها احنا عندنا هنا النمبر ده عشان نعمل كومبير، عد هنا في كام يونت وهنا في كام يونت. فاحنا عندنا هنا في الرايت سايد قال لي 1 2 3 4 5، انما هنا قال لي 1 2 3 4 5 6. ده فيه 6 يونتس وده 5 يونتس، لا يبقى اللي فيه 6 يونتس هو الجريتر على طول من غير ما اكمل. طب اللي بعدها هنا قال في الليفت سايد اقول له ادي 1 2 3 4 5 6. طب هنا 1 2 3 4 5 6، اه هنا 6 يونت وهنا 6 يونتس. ابدا اعمل مقارنه بقى، هقول ان عندنا هنا 1 زي ال 1، هنا في 2 زي ال 2 اهي، يبقى احنا عندنا ارجع، يبقى احنا عندنا في 2 زي ال 2. طيب هنا في 3 وهنا كمان في 3، هنا في 5 هنا في 9، لا ال 9 جريتر ذان ال 5 يبقى هي عندنا مين؟ دي الجريتر. كويشن بعد كده عندنا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول احنا عندنا، بص يا سيدي ممكن اعمل لها والله كومبير برضه، اقول له هنا في كام يونت وهنا في كام يونت؟ احنا عندنا دي ادي 1 2 3 4 5 6 7 وهنا 1 2 3 4 5 6 7. طيب احنا عندنا من هنا دول 7 يونتس وهنا 7 يونتس، يبقى ابدا اعمل كومبير ازاي؟ اشوف كل نمبر من هنا في من على اليونتس من على الشمال، اقول عندنا هنا في 6 هنا في 6، هنا في 2 ها هنا في 2، هنا في 3 هنا في 3، هنا في 5 هنا في 5، هنا في 6 انما هنا في 5. لا يا سيدي يبقى ال 6 ده اهي جريتر ذان ال 5 دي، يبقى معنى كده النمبر ده هو ايه؟ الجريت. تمام كده يا شباب، نروح للي بعده. اللي بعدها عندنا برضو في لتر جي، يلا عشان نعمل كومبير اقول له والله اول حاجه بص يا ابني هنا في كام يونت؟ قال انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهنا قال زيهم 10 يونتس. طيب اعمل كومبير ازاي؟ اقول له والله شوف كل نمبر هنا موجود قد ايه. احنا عندنا هنا هنا في الليفت سايد 2، هنا في الليفت سايد 2. طب بعد كده هنا في 4 انما لا هنا في 5، مع ان الباقي هنا في ارقام كتيره ماليش دعوه، انا ببدا اعمل كومبير من الشمال. هنا في 7 قصدي هنا في 5 انما هنا في 4، لا يا سيدي يبقى احنا عندنا من هنا اللي فيها 5 هي دي الايه؟ الجريد. تمام كده يا شباب. طيب اللي بعدها عندنا هنا بقى يلا ليتر اتش عشان نعمل كومبير، عد هنا في كام يونت؟ قال انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طب ودول 3 و 3 6 و 3 9 و 1 يبقوا 10. جميل، هنا في 7 وهنا في 7، هنا في 7 هنا في 7، هنا في 9 هنا في 9، وهكذا طول ما انا ماشي اعمل كومبير. بعد كده هنا في 8 قال هنا في 8، خش على اللي بعده، هنا في 5 هنا في 5، هنا 6 هنا 6، هنا 2 لا هنا مين؟ قال 7، يبقى 7 جريتر ذان 2 يبقى معنى كده ان النمبر ده هو الجريت. تمام، طب خش على اللي بعدها. يلا احنا عندنا هنا قال والله لو جيت ابص عندنا هنا ديت الرقم ده هو نفس الرقم ده، الاثنين زي بعض في كل حاجه. عندنا هنا دول 3 يونتس وبعد كده 2 3 قال كده 6 و2 قال 8، وهنا نفس النظام 3 يونت و3 يونتس و2. طيب جميل، هنا 8 يونتس وهنا 8 يونتس. طيب هنا في كام؟ قال والله ده هنا 89 مليون، بعد كده 418147، وهنا قال لي 800 او 8 معلش 89 مليون 418، بس المره دي قال لي 207، هنا 207 انما هنا 107. معلش لو انا قلت ايكوال يبقى عندنا من هنا الاثنين ده همت او ديت على اليمين هي الجريتر. طب اللي بعدها يلا احنا عندنا من هنا ديت 3 يونتس 3 يونتس 3 يونتس، هنا 3 يونتس 3 يونتس 3 يونتس. طيب
هنا فيها كام؟ قالوا لها 571 ودي 571. هنا 600 هنا 600. هنا 254 انما هنا 329. يبقى 300 ولا 200 او لا 300 هي الجريت. اللي بعدها ده في كم يونت عد؟ انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انما هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده في 10 يونتس وده 9 يونتس، لا اقول له يبقى 10 يونتس هي الجريت على طول. اللي بعدها هنا في كم يونت؟ قال لي 1 2 3 4 5 6 8 9 او اسمها بعد كده 7 8 9. طيب وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 ده 9 يونتس وده 8 يونتس، يبقى احنا عندنا 9 يونتس هي الجريت. تمام كده يا شباب؟ فهمنا ازاي؟ نروح للي بعده. بعد كده برضه عايزين نعمل كومبير، ركز بقى معايا. هنا بيقول لي ايه 40000، انما هنا قال لي بيقول لي 400000. شوف انا نطقت ايه 400000 بس. عايزين نعمل كومبير او مش عارف يا عم انطقها كده. قال لي والله ال1000 دي فيها كام من زيرو؟ قال فيها 3 زيروز، يعني بحط 3 زيروز وجنبها هنا قال لي ال40، فبقت 400 ها او 400000، انما هنا 40000 لا هي دي الجريت. طب بعدها بيقول لي 710000 وهنا 7000. هقول له ثانيه 710 يعني ادي ال710 يعني فيها 0، 1000 يعني فيها 3 زيروز، بقى هنا اللي بقت ال7000. من هنا الجريتر بقى دي عندنا من هنا 70000، انما هنا 7000 لا يبقى 70000 هي الجريتر. طب خش على اللي بعدها وقول 7000 مليون وهنا 7 مليار. طيب اولا 7000 دي اكتبها زي ما هي، المليونز بقى فيها كام زيرو؟ قال فيها 6 زيروز، يبقى اكتب ال 6 زيروز، يبقى 1 2 3 4 5 6. جميل. هنا 7 مليارد يعني 7 وجنبها 9 زيروز، ما هو المليارد في 9 زيروز، او يبقى 2 3 كمان 1 2 3 بس. بقى عندنا من هنا 6 وجنبها 9 زيروز، او 7 وجنبها 9 زيروز، وهنا 7 وجنبها 9 زيروز، يبقى الاثنين مالهم؟ هقول له ار ايكوال. تمام كده يا شباب؟ نروح اللي بعده. كويس. بعد كده عندنا هنا نمبر او لتر دي بيقول لي ايه 5 مليارد. بعد كده بقول لي 367000. طيب هقول له يا ابني عشان اكتب ديت لازم نعمل ايه؟ هقول له الموضوع سهل، 5 مليارد يبقى اعمل يونتس لحد ما اوصل للمليارد. يبقى اقول انا عندي 1 2 3 او 100000 او 1 10000، بعد كده كوما 1000 10000 100000، بعد كده اقول له مليون 10 مليون 100 مليون، بعد كده مليارد. طيب هنا مكتوب لي بيقول لي 5 مليارد، يبقى تاني جاي في المليارد وكاتب 5. فكده بقول عندنا من هنا 367000، يبقى تاني جاي على البيريد بتاعت ال 1000 اللي هي دي وكاتب فيها مين؟ قول 367. طب بقيه اليونتس فاضيه، قال له حط مكانها زيرو، يبقى احنا عندنا كل ده نحط مكانه زيرو. وابدا اعمل كومبير. هنا برضو 5 مليار بس المره دي هنا جنبها مين؟ قال 367 بس ايه؟ مليون، انما هنا 367000. يبقى المليون ولا ال 1000 من الجريت؟ لا هقول له والله هي دي الجريت. تمام كده يا شباب؟ فهمناها ازاي؟ يا رب تكون وصلت لكم. اللي بعدها هنا عندنا بيقول لي ايه 97 مليون 301. طيب وهنا كملها بقى يا سيدي. طب عشان نعمل ديت نعمل ايه؟ اقول له اول حاجه هنا بيقول لي 97 مليون، يبقى اعمل يونتس لحد ما اوصل للمليونز. اقول له بقى عندنا 1 10000 كده كوما 1000 10000 100000 كده كوما مليون 10 مليون. هو مكتوب كام؟ قال لي 97. يبقى احنا عندنا من هنا ادي 97. طب جميل، دي في المليونز. في البريد الثانيه بيقول لي هنا 301 ما فيش جنبها حاجه، اي بعملها في الوانس يبقى 301. تمام. طب هنا يلا بيقول لي عندنا هنا 90 مليون، ده اخر حاجه. هقول له والله يا ابني اولا لو انا مش عارف دي هنا فيها كام يونت؟ قال لي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى اعمل 8 يونتس. 1 2 3 4 5 6 7 8 مكتوب هنا اخر حاجه مين؟ قال لي ال 9 ده هي موجوده في اليونت بتاعت التنس بتاعت المليون، يبقى تاني جاي في التنس بتاعت المليون وكاتب 9. هنا 7 ده دي 7 مليون، يبقى تاني جاي في الوانس بتاعت المليونز وكاتب 7. هنا 3000 يبقى تاني جاي في الوانس بتاعت ال 1000 وكاتب 3. هنا 1 يبقى تاني جاي كاتب ال 1. وهنا في اليونتس قال للباقي حط مكانه 0. جميل. احنا عندنا هنا نفس النظام، نحط ايه في اليونتس الفاضيه ده هي 0 هي كمان. بعد كده بقى يا سيدي ركز بقى معايا كده. هقول له من هنا احنا هنا حطينا 0 يلا. اقول له عشان اعمل كومبير هنا 97 مليون وهنا 97 مليون. هنا في اليونت بتاعت ال 1000 هنا والله مش موجود حاجه خالص، انما هنا في البريد بتاعت ال 1000 قال لي لا ده موجود ال 3 دي موجوده في الوانس بتاعت ال 1000. هنا 3001 انما هنا 301 لا يبقى هي دي الجريد. تمام كده يا شباب؟ فهمناها ازاي؟ يا رب تكون وصلت لكم. نروح للي بعده. بيقول عندنا هنا ايه؟ بيقول لي 5 مليون 193 او 5 مليار 193 مليون 492 500 او 492 500. وهنا بيقول لي 500 او 5 مليارد
300 مليون. خلي بالك هنا بقول لي ايه 300 مليون، انما هنا لما جيت نطقت المليون قلت ايه ال 193. يبقى 300 مليون ولا ال 193؟ قال لي لا ال 300 هي اكبر من 193، يبقى اقول له دي على طول هي مين؟ الجرين. تمام كده يا شباب، نروح للي بعده. كوسال بعد كده عندنا هنا بقول لي ايه، بقول عندنا 7 ملتبلاي مين ديت، عدها كده عندنا 3 زيروز 3 زيروز و 2 زيروز، قال والله دي مكانها 100 مليون. طيب وهنا 4 ملتبلاي قال لي 10 مليون، هنا 9 ملتبلاي 10000، هنا 8 ملتبلاي 100، وهنا 1 ملتبلاي 10. طب عشان نعمل ديت، بص يا سيدي من غير ما اعمل كومبير، من غير ما ابدا اكتب الارقام، هو انا يعني 7 ملتبلاي 100 مليون؟ قال يعني 7 موجوده في الهندردز بتاعت المليون. يبقى احنا عندنا 110000، بعد كده 100 100 او 1000 10000 100000، بعد كده مليون 10 مليون 100 مليون. يبقى احنا عندنا في اليونت بتاعت المليون او ال 100 مليون مكتوب فيها مين؟ ال 7. طب هنا ال 7 دي موجوده فين؟ اكبر رقم اللي موجوده في ال 10 بتاعت ال 1000. يبقى 10 جاي 1000 10000 100 او 1 10000، بعد كده 1000 10000، او 10 جاي هنا في اليونت بتاعت ال 10000 وكاتب 7. من هنا حتى لو كل ده بقى زيروز، من الكبير؟ قال لي لا ده ال 7 في الهندردز بتاعت المليون، انما هنا دي في ال 7 بتاعت ال 1000. لا يا سيدي، يبقى هنا او ال 10 بتاعت ال 1000 يبقى دي ما تنفعش. يبقى عندنا من هنا الليفت سايد ده هو الجري. تمام كده. طب اللي بعدها بيقول احنا عندنا ايه؟ قال لي 8 مليار، بعد كده 14 مليون، بعد كده 761903. طب هنا دول قال لي 8 مليار، طيب بعد كده قال لي 400 مليون، هنا 400 مليون، انما ديت كانت ايه؟ ال 40 مليون. هي ال 40 مليون تمام ولا ال 400 مليون؟ لا هقول له طبعا 400 مليون هي الجريت، يبقى احنا عندنا ده الجريت. تمام من غير ما اكمل الباقي، نروح للي بعده. اللي بعدها هنا بيقول لي ايه، ركز بقى معايا، هنا 17 مليون 425000، بعد كده 605. طب الناحيه الثانيه قال لي ده 17 مليون 420000 605. طيب اولا هنا 17 مليون زي 17 مليون، هنا مكتوب 425000 انما هنا 420000، مين الجريتر؟ اللي هقول له فيها 25، اهو 425 ولا 420؟ لا هقول له 425. تمام كده يا شباب. طب اللي بعدها يلا بقول عندنا هنا ايه، وال 423012 انما هنا 400000 كده 30، بعد كده 2 او 2000، بعد كده 20، بعد كده 1. اقول له عشان نحل دي نبدا نكتبها. انا عندنا هنا مثلا ديت في الليفت سايد او اللي هنا على اليمين، هنا بقول عندنا هنا مين في اخر رقم؟ قال للفوق موجوده في انهي يونت؟ قال للهندردز بتاعت ال 1000، يعني بعمل يونتس لحد الهندردز بتاعت ال 1000. طب اخر حاجه مكتوبه فيها مين؟ قال للفور، يبقى ده الفور. بعد كده ال 3 اللي موجوده في التنس بتاعت ال 1000 تاني جاي هنا وكاتب 3. بعد كده اللي عندنا 2 في ال 1 بتاعت ال 1000 تاني جاي هنا وكاتب 2. ال 2 دي اللي موجوده في التنس يبقى تاني جاي في التنس وكاتب 2. ال 1 في ال 1 وتاني جاي كاتب في ال 1 1، وهنا 0. بقى عندي الرقم ده عباره عن مين؟ قال 432000، وهنا قال 432000. طيب هنا مكتوبه 21، هنا مكتوبه كام؟ قال 12. مين الجريتر، 21 ولا 12؟ لا هقول له والله 21 هي مين؟ الجريتر. تمام كده يا شباب، احنا عندنا ديت هي ايه؟ الجريتر. نروح للي بعده. الكويشن اللي بعد كده عندنا هنا بقول لي كومبليت، بقول لي ذا سمولست نمبر فورمد فروم 8 و9 او 2 و9 0 517. طيب بص يا ابني، عشان اكتب هنا سمولست نمبر بعمل ايه؟ قال الموضوع سهل، نصغر بس دي شويه كده سنه عشان نعرف نكتب. اول واحده عشان اعرف اكتب هنا الرقم ده، قال والله ابدا بمين؟ قال عايز سمولست نمبر، يبقى شوف اصغر رقم مكتوب واكتبه في الليفت سايد. يبقى احنا عندنا هنا ادي الزيرو، خلاص خلصنا من الزيرو. اللي بعده قال لي 1، اللي بعده قال لي 2، ها اللي بعده مين هنا؟ قال لي انا عندي 5 و7. خلي بالك احنا خدنا الزيرو وال1 وال2، تمام كده عندنا 5 7 8 يبقى هو 9، يبقى هو ادي 5 7 8 9. طب جميل، انا دلوقتي لو جيت قريت الرقم اللي قدامي، فعندنا من هنا الزيرو على الشمال ملوش لازمه، والباقي قال والله مكتوب عادي، بقت 125789. بس احنا عايزين الرقم يتكون من الارقام دي كلها، طب اعمل ايه؟ اللي شايف اخر رقمين هنا في الشمال، قال بدلهم مكان بعض، يعني ايه؟ يعني انا هكتب زي ما كنا بنكتب، بس ال1 هنا كان المفروض 1 و0، لا اخليها 1، اخليها الاول هنا ادي الزيرو بعد كده ال1. فبقى عندي الرقم من هنا 1,025,789. طب اللي بعدها بيقول عايز برضه ذا سمولست نمبر، متكون مين من الارقام دي؟ اول حاجه اكتب لي مين؟ اقول والله اول حاجه عندنا من هنا اكتب لي الارقام ديت من الشمال، اقول عندنا الزيرو، بعد كده اللي اكبر منها شويه قال لي 2، بعد كده 3، بعد كده ال5. تمام؟ قال لي تمام، ثانيه واحده نكتبهم من غير الكومات، يبقى عندنا هنا 3 وبعد كده 5.
طب بعد كده قال له والله ممكن ابدل الرقمين ده هما مع بعض، يبقى اخر رقمين على ايد الشمال ابدلهم طالما فيهم زيرو، فبقت عندنا من هنا التو وبقت الزيرو. طب اللي بعدها زيها نفس النظام، اكتب لي اول رقم هنا اصغر رقم، قال لي الزيرو، هو عاوز مين؟ ذا سمولست نمبر، بقول له الزيرو. بعد كده عندنا مين؟ قال لي التو، يبقى ادي التو. بعد كده عندنا هنا مين كمان؟ قال لي 4، يبقى ادي الفور. بعد كده عندنا هنا 6، يبقى ادي ال 6. كده عندنا هنا 8، يبقى ادي ال 8. بعد كده عندنا 9، يبقى ادي ال 9. طب جميل، اخر رقمين على ايد الشمال قال والله ببدلهم بدل 0 2 لا اخليها 2 0، يبقى اتنين شايلينها وحاطين مين؟ ادي 2 0 بس. اللي بعدها بقى بيقول لي انا عاوز ذا جريتست نمبر كونسيست اوف ذا ديجيتس، ومن كاتب لي الارقام دي اعمل ايه؟ قال لي ابدا اكتب ذا جريتست نمبر من هنا او ذا جريتست ديجيت على ايد الشمال، يعني اكبر رقم هنا مين؟ قال لي 9، يبقى اتنين كاتب 9. اللي بعده قال لي 5، لا ثانيه ده هنا في 8، يبقى اتنين كاتب ال 8. بعد كده 5، يبقى دي ال 5. بعد كده عندنا 2، ادي 2. بعد كده 0 بس. اللي بعدها نفس النظام، عاوز اكتب ذا جريتست نمبر اعمل ايه؟ اقول له ابدا باكبر رقم عندنا هنا، قال لي 7، يبقى اتنين كاتب 7. اللي قاله من شويه قال لي 4، يبقى ادي ال 4. بعد كده 3، يبقى ادي ال 3. بعد كده عندنا 2، يبقى ادي ال 2. بعد كده 1، ادي ال 1. بعد كده 0 بس كده. الله بس كده، احنا كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. اللي بعدها عندنا كويشن نمبر 4 بيقول لي فايند ذا ميسنج ديجيت. طيب فبقول اول واحده هنا عشان اخلي الرقم اللي على اليمين ده هو الجريتر، قال يبقى لازم الرقم اللي موجود هنا في اليونت ده يكون اقل من الرقم اللي قصاده في اليونت الثانيه. طيب احنا عندنا هنا 6، هنا 6، هنا 1، قال لازم يكون الرقم اللي هنا اقل منها. طب يكون اقل منها، هنا اليونت دي بتاعت ال 100، يبقى لازم هنا ايه اللي اقل من ال 1؟ قال لي الزيرو، يبقى نخلي دي زيرو بس. طب اللي بعدها بيقول لي انا عايز الاثنين دول يكونوا ار ايكوال، هنا 2117، يبقى هنا هعمل ايه؟ قال والله هنا ال 117 فاضل لي 2000 بس. اللي بعدها بيقول لي هنا 400 او 4382، وهنا 400 او 4300 نقط وبعد كده 2. اعمل ايه؟ هقول له ثانيه عشان اخلي ده الجريتر، يبقى لازم الرقم اللي موجود في اليونت هنا، هي اليونت دي بتاعت ايه؟ قال لي ده 1 تنس، يبقى لازم الرقم اللي موجود في التنس اكبر من الرقم اللي موجود في التنس هنا. هنا مين في التنس؟ قال 8، يبقى لازم هنا يكون رقم اكبر منه اللي هو مين؟ قال 9. اللي بعدها يلا عايزين نخلي ده الكبير، شوف اليونت اللي ناقصه. او هقول لك حاجه، عد الارقام، ادي 1 2 3 هنا 4، يبقى عد هنا 1 2 3 وهنا 4. هنا موجود لازم يكون ده اهو اكبر من ده. طب هنا موجود في اليونت ديت مين؟ قال لي 1، يبقى لازم العدد هنا يكون اقل منها، قال لي هيبقى 0. اللي بعدها يلا عايزين هو ده الجريتر، فعد انا هنا 1 2 3 زي بعض وهنا 1 2 3 زي بعض. هنا موجوده 8، عشان ده يكون كبير قال لازم تكون العدد اللي هنا اكبر من ال 8، يبقى هنا هتكون 9. اللي بعدها يلا عندنا من هنا ادي 703 و 703. طب احنا عاوزين الاثنين ده هما تكونوا ار ايكوال، هنا 9 9 هنا 1 وهنا 1، يبقى فاضل لي ال 8 تكون زي ال 8، يبقى خلي هنا 8 زيها. اللي بعدها في ليتر جي عايزين اللي على اليمين او على الشمال هنا هو ده الجريتر. طيب احنا عندنا هنا 5، لا سيبك من دي، احنا بنمشي مين من ليفت سايد ولا ايه؟ هقول عندنا هنا 1 وديت هنا 1، لازم هنا العدد هنا يكون اكبر من هنا، هنا 1 يبقى لازم ده يكون اقل منها، اللي هيكون 0 بس. اللي بعدها بقول عندنا من هنا ايه؟ ابدا برضه اشوف هو عايز اللي على الشمال ده هو الجريتر. طب جميل، هقول عندنا هنا 6 وهنا 6، هنا 7 وهنا 7، هنا 8 وهنا 8، هنا 1 لازم العدد هنا يكون على اليمين اقل من ال 1، يبقى خليه مين؟ قال الزيرو. اللي بعدها عندنا من هنا عايزين الاثنين ده هم تار ايكوال، هنا 82 وهنا 82، هنا على اليمين 88 وهنا 88، ناقص مين؟ قال ال 5، يبقى عشان اخلي ده زي بعضه اخليها 5. اللي بعدها هنا بقول لي ايه برضه؟ عايزين الفور رايت سايد ده هو الجريت. طب جميل، هنا اقول له 179 وهنا 179، عشان يكون ده الجريتر انا عندي 0 0 وهنا كمان 0 0، بس هنا في 1 لازم ال 1 يكون اكبر من ايه؟ قال ال 1 ده اكبر من الزيرو بس، يبقى هي دي الزيرو. اللي بعدها يلا يا سيدي بقول لي عايزين اللي على اليمين ده الجريت، فهنا 856 وهنا 856. هنا موجود كام؟ قال والله ده احنا عندنا هنا 134. طب هنا 34 لازم يكون اللي في ال 100 هنا اكبر من الرقم اللي هنا، ال 1 اكبر من مين؟ اكبر من الزيرو. اللي بعدها يلا بقول لي هنا عندنا 600، احنا عايزين الرايت سايد ده هو الجريت، فهنا 6 قال وهنا 6. هنا في اليونت بتاعت ال 100 او التنس بتاعت ال 1000 موجود فيها 80 او 8، يبقى هنا موجود هنا مين؟ قال لازم يكون عدد اكبر من ال 8 عشان يكون ده الجريتر، يبقى نخليها مين؟ قال والله نخليها 9، لان 9 هي مين؟ جريتر ذان ال 8. عملناها كده ازاي يا شباب؟ نروح للي بعده. الكويشن اللي بعد كده عندنا هنا نمبر 5 بيقول لي ايه؟ كرييت نمبر ذاتس ليس ذان ان ذا 100 1000 بليس. بيقول لي خلي بالك بقى احنا عايزين نمبر يكون اقل من الرقم ده، فين؟ قال في ال 100,000 بليس. يعني ايه؟ يعني بص يا ابني احنا هنكتب الرقم اللي على اليمين زي ما هو. هقول عندنا من هنا ادي 0 2 بعد كده 8 كوما ها 3
9 بعد كده 8. طيب فبقول انا عاوز رقم يكون هو نفس الرقم ده او بيقول لي رقم اقل من الرقم اللي موجود عندنا ده بس فين؟ قال في الهندردز ثاوزند بليس، يعني هاتلنا عامل يونتس لحد الهندردز ثاوزند بليس زي ما هو مكتوب. اقول له وانس تنس هندردز بعد كده كوما ثاوزند تنس ثاوزند هندردز ثاوزند. هقول احنا عاوزين الرقم اللي موجود هنا يكون اقل من الرقم اللي موجود هنا في الهندردز ثاوزند بليس. مين هنا في الهندردز ثاوزند بليس؟ قال لي 8. عايزين الرقم هنا اللي يكون اللي موجود هنا في الهندردز ثاوزند ده يكون اقل منها. ايه اللي اقل من 8؟ قال لي ممكن يكون 7 ممكن يكون 6 ممكن يكون 2 ممكن يكون 1. تمام اه، يبقى انت تكتب اي رقم وكمل باقي الارقام زي ما هي. ممكن نخليها 1 والباقي اكتبه زي ما هو 193 بعد كده 820 بس، وكل الاجابات صح. تمام، ممكن واحد يكتب لي 7 صح، واحد يكتب 5 صح، واحد 6 وهكذا. تمام، بس ما حدش يكتب 0 لان ساعتها لو كتبنا 0 الزيرو بقى في الليفت سايد ملوش لازمه. تمام، طيب اللي بعدها بيقول عندنا من هنا كرييت ا نمبر از جريتر ذان ان ذا ذا مليونز بليس. هو عاوزه جريتر ذان اللي في المليونز. تمام، اكبر من مين؟ اكبر من الرقم اللي قدامي ده. طب هكتب الرقم ده اللي هو عباره عن مين؟ هقول ادي الزيرو بعد كده 9 4 اهو، بعد كده عندنا هنا 2 6 4، بعد كده عندنا من هنا اقول له 8 7 1. طيب هقول له المفروض ان ده اقل من مين؟ او احنا عايزين رقم اكبر منه في في المليونز بتاعت مين او في المليونز على مو. يبقى احنا عندنا اكبر منه فين؟ في المليونز. طيب يا سيد اهو نتن جايبين رقم اكبر منه في المليونز، اعمل يونتس لحد المليونز او هنا ال 100 مليونز. اقول له يبقى عندنا 1 10 100 كده 1000 10000 100000 كده مليون 10 مليون 100 مليون. فبقول انا عاوزه اكبر منه فين؟ اللي في المليونز بليس. يبقى تاني جايه في المليونز اللي هي دي، اشوف مين هنا اللي موجود فيها؟ قال والله هنا موجود 8، احنا عاوزين رقم اكبر من ال 8 قال 9 بس، ما فيش حاجه ثانيه اكبر من ال 8 غير مين؟ غير ال 9، يبقى نخلي هنا 9. طب بقيه الارقام اكتبها زي ما هي، ادي هنا 7 بعد كده ال 1 وبقيه الارقام اقول له 462 بعد كده 490 بس. فهمنا كده ازاي؟ نروح للي بعده. كويستشن بعد كده عندنا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي كرييت ا نمبر برضه ذات از ليس ذان ان ذا 10 مليونز بلايرز. طيب يبقى انتين جايبين رقم هنا نفس الرقم ده، اولا انا عايزه في مين؟ قال في 10 مليونز بلايرز اقل من ده. يبقى اكتب الرقم الاولاني بس عندنا من هنا اهوت عباره عن 32,427,400. تمام اه، هنا بقول انا عاوز رقم اقل من ده اهو في 10 مليونز، يبقى اكتب ارقام لحد 10 مليونز. اقول انا عندي ادي 1 10 100 كده 1000 10000 100000 بعد كده 10 مليون 10 مليون. طيب مين هنا اللي موجود في ال 10 مليون؟ قال اخر رقم عندنا من هنا 3، عاوز رقم هنا في ال 10 مليونز اقل منه. ايه اللي اقل من 3؟ قال ممكن يكون 1 ممكن يكون 2، يبقى ممكن مثلا اكتب له 1. وبقيه الارقام ده اكتبها زي ما هي، يبقى احنا عندنا من هنا ادي 2 بعد كده عندنا من هنا ادي 4 27400. تمام، يبقى بقى عندنا 12 مليون بعد كده 427400. طب اللي بعدها بيقول وات ذا اكسباندد فورم ذات از ايكوال للرقم اللي قدامي ده كله. بص يا ابني عشان اجيب الاكسباندد فورم اكتب كل رقم على حسب اليونت بتاعته. احنا عندنا هنا ال4 او ال7 اللي موجوده في الوانس يبقى الفاليو بتاعتها اقول له المفروض 7 واقول له بلس. ال9 في ال10 يبقى الفاليو بتاعتها قلب 90 كده بلس. ال1 اللي في ال100 يبقى الفاليو بتاعتها هتبقى 100 بلس. ال2 اللي في ال1000 يبقى الفاليو بتاعتها اقول له 2000 بلس. ال3 اللي في ال10 بتاعت ال1000 يبقى الفاليو بتاعتها اقول له 30000 بعد كده بلس. ال2 اللي في ال100 بتاعت ال1000 يبقى الفاليو بتاعتها عباره عن 200000 بعد كده اقول له بلس. عندنا من هنا ال5 اللي في الوانس بتاعت المليونز يبقى الفاليو بتاعتها اللي 5 مليون 5 وجنبها 6 زيروز. تمام، طيب بعد كده اقول له بلس. ال4 اللي في التنس بتاعت المليونز يبقى الفاليو بتاعتها قال لي 40 مليون والمليون جنبها كمان 6 زيروز كده بلس. ال4 الثانيه اللي في الهندردز بتاعت المليونز يبقى الفاليو بتاعتها قال لي 400 مليون. جميل، بعد كده على ال2 اللي في المليارد بقول له بلس. 2 في المليارد دي عباره عن 2 مليارد، يعني 2 جنبها 9 زيروز. 2 جنبها كام زيرو؟ 9 زيروز. نروح للي بعده. اللي بعدها عندنا هنا question number 6 بيقول لي describe the error in the following number sentence will then explain how we how you would correct it. فبقول عندنا من هنا خلي بالك بقى المفروض ان هنا ديت عباره عن correct او incorrect. فبقول عاوز نعمل لها ايه؟ انت اعمل لها correct يا سيدي. جميل، هنا بقول النمبر ده greater than النمبر ده. طب نعملها زي ايه الغلط اللي هنا؟ اقول له بص احنا عندنا هنا 2 هنا 2 هنا 4 هنا 4 هنا 1 هنا 1 هنا 2 هنا 5. اه يبقى المفروض النمبر اللي في الليفت سايد ده هو الجريتر. يبقى لما نيجي نعمل لها كوريكت فانا اقول له ايه؟ المفروض ان احنا عندنا من هنا 24 مليون 152614
greater than اقوله بقى 24,125,640. احنا عندنا من هنا بابا بيقول لي بقى انت اشرح لي بقى انت عملت ده ازاي او انت صححه ازاي. اقول له احنا عندنا من هنا ديت في التنس بتاعت الثاوزن قال لي هنا 5، انما هنا في التنس بتاعت الثاوزن قال لي هنا 2. يبقى من هنا اقول له والله هنا عندنا النمبر ده هو الجريتر. اقول له ليه؟ بيكوز. اقول له كده بيكوز. انت هتصلحها ازاي؟ اقول له بيكوز ده، اقول له كده ده 50,000 او the number in the tens place أو the tens thousand place. أقول كده because the number، تمام، n أرجع يا عم أقول عندنا من هنا the number n the tens أو ten thousands thousands تمام thousands a place تمام. أما قالوا أقول والله عندنا الرقم اللي موجود في ten thousand place is greater than the other number. أقول كده is greater greater than نقول greater than the other number the other number بس يا سيدي. وممكن والله ما تكتبلوش الكلام ده كله، اقول ان احنا عندنا ديت greater than ده بس وخلاص. فعملناها كده ازاي؟ نروح اللي بعده. اللي بعدها هنا بيقول لي which is greater or which is greater of the number that is 10,000 less than 13,490 5 will or the number that is 10,000 less than 23,495. هقول له نعمل دي ازاي؟ هقول له انا عندي من هنا انهي الكبير؟ الرقم بيكون اقل 1000 من الرقم ده اهو، ولا رقم بيكون اقل 10,000 من الرقم ده؟ طب يا سيدي نبدا نفصصها تاتا تاتا. احنا عندنا من هنا بقول انا عاوز اعرف لو انا جبت رقم اقل 1000 من ده، اقل 1000 من ده اه يعني يا بابا تني ناقص من ده 1000. فلو كأنه قلت له 13,495 نقص منها 1000 ادي ال 1000. لما نقص منها 1000 اقول له 5 ماينس 0 ادينا 5، 9 ماينس 0 ادينا 9، 4 ماينس 0 ادينا 4، 3 ماينس 2 قال ادينا 3 ماينس 1 ادينا 2 واقول له ادي ال 1. فبقى عندي من هنا 12,495. طيب عندنا الرقم الثاني ده اللي هو عباره عن مين؟ قال 23,495. لما نقص منه مين؟ قال 10,000. يبقى اقول له ماينس 10,000 تمام جميل. نقص منه 10,000 كده بقى عباره عن كام؟ قال له 5 ماينس 0 يدينا 5، 9 ماينس 0 9، 4 ماينس 0 4، 3 ماينس 1 يدي او 3 ماينس 0 يدينا 3، بعد كده 2 ماينس 1 يدينا 1. بقى عندنا من هنا ده كام؟ قال بقى عباره عن 13,495. وده 12,495 من الجريتر. اقول له لا طبعا هو ده ايه؟ الجريتر. تمام كده شباب؟ نروح للي بعده. بعد كده بقى عندنا الاسئله الثانيه بتاعت مالتيبل تشويس كويستشن. بيقول عندنا هنا ايه بقى؟ ركز بقى معايا. بيقول عايزين نعرف من هنا، خلي بالك ان اغلب الاسئله دي اسئله امتحانات. بيقول عايزين نعرف مين الجريتر. هقول احنا عندنا من هنا 6 او 62. اولا نعد اليونتس، هنا دول 5 يونتس وهنا دول 5 يونتس. جميل، طالما 5 يونتس زي 5 يونتس عد بقى من الشمال. اقول عندنا هنا 6 هنا 6 هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا 3. لا 3 هي الجريتر، يبقى عندنا النمبر ده الجريتر. يبقى الانسر عندنا مين؟ ليتر سي. اللي بعدها هنا عد اليونتس، هنا 1 2 3 4 5 6 7، انما هنا 1 2 3 4 5 6 اه ده هنا 7 يونتس انما هنا 6 يونتس. لا اقول له ديت الجريتر، يبقى عندنا الانسر ليتر ايه. اللي بعدها هنا بقول لي ديت برضه نفس النظام، عد اليونتس، هنا اقول له 1 2 3 4 5 6 7، هنا 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندنا 7 يونتس زي 7 يونتس. اه ابدا بقى يا سيدي اعمل لها كومبير. اقول عندنا هنا 6 وهنا 6، هنا 2 وهنا 2، هنا 3 وهنا 3، هنا 5 هنا 5. طب جميل، هنا 6 انما هنا في 5. لا ال 6 هي الجريتر ذان ال 5. يبقى عندنا من هنا الانسر ده هي مين؟ اقول له ليتر ايه اللي على الشمال هو الجريتر. طب يا سيدي اللي بعدها، يلا عندنا من هنا احنا لو جينا نطلع هنا ديت 1 2 3 4 5 6 7، هنا 1 2 3 4 5 6 7. اقول له ابدا اعمل كومبير. يلا اول حاجه عندنا هنا ايه؟ اقول له عندنا يا سيدي هنا 2 وهنا 2، هنا 4 انما هنا في 5. لا ال 5 greater than ال 4، يبقى عندنا ده هو الجريتر. يبقى الانسر عندنا مين؟ هقول له ليتر اي. اللي بعدها عندنا هنا بيقول لي ايه؟ يلا عايزين نعمل كومبير. اقول عندنا هنا ده عباره عن 7 يونتس وده عباره عن 7 يونتس، مين الجريتر؟ اقول له عدهم يا سيدي. لا ابدا اعمل كومبير من الليفت سايد، هنا 3 في الوانز او في المليونز وهنا 3 وهنا 1 في المليونز، مين الجريتر؟ هقول له لا 3، يبقى هو ده الجريتر. يبقى اول خطوه بعملها ان انا ببدا اعد اليونتس، هنا كام يونت وهنا كام يونت. طيب اللي بعدها هنا عندنا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هنا 8 numbers اه انما هنا 1 2 3
4 5 6 7 بقى هنا 8 نمبرز وهنا 7 نمبرز اقول له لا ال8 نمبرز هي الجريتر يبقى عندنا الانسر هتبقى مين اللي على الشمال ده هو الجريتر من غير بقى ما ابدا اعد واعمل اي حاجه ثانيه هنا عد يلا عندنا هنا دول 3 يونتس او 3 نمبرز هنا بعد كده 3 كمان بقوا 6 6 و2 بقوا 8 وهنا زيهم 8 نمبرز جميع ابدا اعمل كومبيرز زي من الليفت سايد اقول عندنا من هنا ادي 4 و5 بعد كده هنا 4 و5 هنا 2 5 4 هنا لا ثانيه احنا عندنا اول رقم هنا في الوانس او الهندس بتاعت 1000 هنا موجود 2 انما هنا موجود 6 لا ال 6 هي الجريتر يبقى عندنا الانسر مين ليتر سي اللي بعدها هنا دول 3 يونتس بعد كده 3 كمان 6 بعد كده 2 ال 8 وهنا ديت 1 2 3 4 5 6 7 8 اقول له يا سيدي احنا عندنا من هنا دي بقت 55 انما هنا دي 51 اقول له لا ال 55 هي الجريتر يبقى الانسر عندنا مين هقول له ليتر بي اللي بعدها عندنا هنا بيقول لي 3000 ولا 900 هقول له ثانيه او هنا يا سيدي بيقول لي عندنا مين الجريتر خلي بالك ده دي 900000 ودي 3000 طيب الاولانيه ده هي نترجمها ازاي هقول لك يا سيدي بص كده معايا هنا بيقول لي 3000 ادي 3000 زود عليها 1000 كمان قال والله زودت 1000 ال 1000 في 30 زودت 30 طيب هنا 900000 ف 900000 ادي 900 زود عليها 1000 كمان قال والله بقت 3 زيروز كمان يبقى احنا عندنا ده بقى قدام مين قال 9 مليون وده قال بقى 3 مليون مين الجريتر اقول له لا 9 مليون اللي بعدها 500 1000 اكتب 500 وانا اهي وزود ال 1000 قال 3 زيروز بس يبقى احنا عندنا دي بقت 500 ها 1000 طب اللي بعدها قال 3000 ادي 3000 اللي هو كاتبها زود عليها 1000 يعني زود 3 زيروز فبقى الرقم اللي على اليمين ده اللي بقى 3 مليون انما ده اللي 500 1000 لا ال 3 مليون هي الجريتر يبقى الانسر عندنا ليتر بي وهنا كمان كانت ليتر بي طب اللي بعدها بيقول لي 9 مليون ولا 8,978,269 اقول له ثانيه هنا ديت اسمها 8 مليون انما هنا دي 9 مليون من الجريتر اللي اكيد ال 9 مليون يبقى عندنا هي دي الجريتر يبقى الانسر عندنا مين هتكون ليتر سي اللي بعدها بيقول لي 6 مليون 400,000 انما هنا 6 مليون 40,000 مين الجريتر هقول له لا 6 مليون 400,000 لان هنا دي 40,000 وهنا 400 يبقى الجريتر مين هقول له والله الليتر اللي هي عندنا من هنا الليفت سايد اللي هي مين اللي هي عندنا ناخد الانسر ليتر سي تمام كده يا شباب نروح للي بعده اللي بعدها اخر كويستشن معانا بيقول لي ايه which of the following statement is true مين هنا اللي صح اولا يا ابني احنا عندنا من هنا كلك شبه بعض طيب جميل عندنا من هنا ابدا عد من الليفت سايد هنا 4 هنا 4 هنا 6 هنا 6 هنا 4 هنا 6 مين الجريتر اقول له لا ال 6 هي الجريتر يبقى عندنا ديت اكبر من دي فعلا طب هو بيسالني مين الترو يعني مين هنا اللي هتكون صح فاقول له والله ديت فعلا صح اهي يبقى هي دي الانسر بتاعتي لو بصينا على كل المسائل الثانيه هتبص تلاقي ايه غلط حتى سيدي بص هتلاقي نفس الارقام هنا نفس الارقام هنا ومشاريب للعلامه دي غلط هنا نفس الارقام لا ده هنا بيقول لي 400 او 4664 ولا 4664 المفروض الاثنين دول يكونوا ار ايكوال هو عاملهم لي لا واحده اكبر من الثانيه ما تنفعش هنا الرقمين غير الرقمين وبيقول لي الاثنين بينهم ايكوال ما تنفعش طب اللي بعدها اخر واحده معانا والويتش اوف ذا فولوينج سنتنس بيقول لي ايه از نوت ترو يعني مين هنا اللي مش صح يعني معنى كده ان هم كلهم صح او مين هنا كلهم صح ما عدا واحده بس اللي غلط تمام جميل يا سيدي طب نعملها ازاي اقول اول حاجه عندنا بص بقى كده معايا انا عندنا هنا 2304 وهنا 2340 لا 340 اكبر من 304 يبقى عندنا دي صح احنا عايزين الغلط هنا 27920 هنا 27720 لا ده 720 المفروض اكبر ولا اقل لا ثانيه يا سيدي ده ديت ده اقل يبقى عندنا 900000 او 920 اكبر من 790 يبقى دي صح خش اللي بعدها هنا بيقول لي 1 مليون وبيقول لي 5000 وهنا 1 مليون 50000 مين الجريتر قال لي لا ده ال 50000 هي الجريتر ذان ال 5000 يبقى عندنا المفروض دي الجريتر يبقى دي غلط نوت ترو يبقى هي دي الانسر بتاعي عملناها كده ازاي يا شباب يا رب تكون وصلت لكم ونكون كده ان شاء الله خلصنا الاكسرسايز ده كامل وانتظرونا ان شاء الله في السيشن اللي جايه واكسرسايز جديد طبعا كل الشرح عندنا موجود عندنا على القناه ان شاء الله تقدر ترجع له تاني لو عجبك الشرح هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت سبسكرايب في القناة اشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن الجاية واكسرسايز جديد مع السلامة